من المفرق ينضم إلينا مراسل المملكة أنس الحرحشة. أهلا بك معنا أنس. أنس، إذن كيف يبدو الوضع الوبائي اليوم، تطورات الوضع الوبائي حتى هذه اللحظة في المفرق، وأيضا لماذا يتم عزل البناية التي تم الإعلان عنها والمنزل دونا عن المنطقة كما هو متعارف عليه في الأيام الماضية أو الفترة السابقة؟ نعم انتصار، حقيقة يعني ما زالت فرق التقصي الوبائي تقوم بعملها. بالأمس باشرت بأخذ عينات لمخالطي مصابة في منطقة حي الهاشمي وأيضا مخالطي مصاب في منطقة عين بني حسن. الآن تحديدا لماذا يتم عزل منزل أو عمارة في منطقة المفرق؟ هذا يعود للجنة الوبائية في محافظة المفرق، وبعد الاجتماع مع المجلس الأمني في المحافظة وبتوصيات من دائرة الشؤون الصحية يتم التوصية بعزل هذه العمارة فقط، لربما لعدم وجود مخالطين خارج هذه العمارة أو للوقوف على الوضع الوبائي بداية في العمارة، ومن ثم إذا كان هناك إصابات أخرى لا سمح الله يتم التوسع في عملية التقصي الوبائي ومن ثم الانتقال إلى مناطق أخرى. ما تم عزله بالأمس هي عمارة في منطقة حي الهاشمي وأيضا منزل لمصابة في نفس الحي وأيضا حي في منطقة عين بني حسن التابع لقضاء الإرهاب. فرق التقصي الوبائي ما زالت تعمل على التقصي وراء المعلومات الدقيقة للمخالطين في باقي مناطق محافظة المفرق خارج المناطق التي سجل فيها إصابات، مع عزل كامل من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأيضا بالعودة إلى منطقة الباسلية ما زالت مغلقة بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية ويتم تزويدها بالمواد التموينية والمواد الأساسية، بالإضافة إلى منطقة دير ورق التي تم تسجيل 4 إصابات فيها ومنطقة عين بني حسن ومنطقة الحي الهاشمي. الوضع في محافظة المفرق إجمالا الوضع الوبائي كما علمنا من مدير الشؤون الصحية أنه مطمئن إلى حد ما بسبب منحنى الإصابات الذي في تناقص دائم، يعني منذ تسجيل أول إصابة في 6/5 ولغاية اليوم كان هناك تناقص في عدد الإصابات إذا ما قورنت بعدد العينات التي سحبت منذ تاريخ 6/5 ولغاية اليوم، كان هناك عدد تصاعدي في سحب العينات وعدد تناقص في الإصابات. هذا هو الوضع الوبائي في محافظة المفرق بالإضافة إلى الوضع الأمني. اليوم تشهد أسواق المفرق بعيدا عن الوضع الوبائي حركة نشطة في الأسواق وفي الوسط التجاري نتيجة لصرف الرواتب لهذا اليوم وقرب عيد الفطر. نتمنى من المواطنين أن يكون هناك في اتخاذ لإجراءات السلامة العامة، سيما وأن المحافظة سجلت إصابة داخل القصبة لأول مرة. نتمنى أن لا يكون هناك حالات إضافية في قادم الأيام وأن تكون النتائج الواردة سلبية في محافظة المفرق. يعني فرقة التقصي الوبائي أمس قامت بأخذ أكبر عدد من العينات لمخالطي المصابة في منطقة حي الهاشمي ومخالطي المصاب في منطقة عين بني حسن. شكرا جزيلا لك مراسل المملكة أنس الحرحشة، كنت معنا من المفرق، نتابع معك جميع التطورات أولا بأول.